يا مساء النور والياسمين على كل المتابعين لقناة الصحة والجمال وبرنامج شباب ستايل. الحقيقة بقى النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا جدا لكل البنات الجميلات اللي بتحلم أو بتستعد لفرحها، لكل بنت جميلة بتحلم ان هي تكون ملكة متوجة ليلة زفافها. النهاردة هتعرفي معانا ازاي تختاري الالوان او احدث الوان موضة 2020، وانت ازاي كمان تختاري مع الميك اب ارتست بتاعك احدث لفات الطرح. ولكن معلومات كتيرة بجد محتاجين ان احنا نعرفها، ولكن من خلال ضيوف اللي منورين النهاردة ومشرفيني معايا المكيرة المتميزة وخبيرة التجميل هند محمد. اهلا بك يا هند. كمان معانا جهاد محمد صممت لفات الطرح، والحقيقه كمان هي ميك اب ارتست للسواري. اهلا بيك يا جهاد، عامله ايه؟ الحمد لله. كمان ما ننساش سهى الموديل، اهلا بيك يا سهى، عامله ايه؟ في البدايه هند، عايزين نعرف بقى ايه الاستعدادات اللي المفروض العروسه بتستعد لها، يعني المفروض ان هي تيجي تحجز معاكي قبل الفرح بقد ايه علشان الميك اب يطلع كويس، يطلع خصوصا احنا في فتره فصل الشتاء بتبقى البشره جافه فيها قشور فيها تشوهات، ايه الفترة اللي ممكن تيجي؟ هو مفروض العروسة اول ما بتحدد يوم الفرح بتجيلي على طول وبتكلمني وتبتدي مثلا تعرفني ميعاد الفرح، يعني هو ما فيش ميعاد مناسب قبل الفرح يعني اللي هي تحجز فيه، لا هي حتى لو قبلها بشهر شهرين هي حتى تبقى مستريحة نفسيا، بتتابع البيج، بتتابع اللوكات اللي بتنزل، بتتكلم معايا تقولي انا بشرتي مثلا جافة، بشرتي مختلطة، عندي حبوب، يعني وانا بقى ببتدي اقول لها مثلا قبل الفرح بشهر ايه اللي المفروض تمشي عليه، ازاي تهتم ببشرتها، لو مثلا بشرتها على طول بتقشر مثلا خصوصا فتره الشتاء بقول لها على حاجات طبيعيه تعملها في البيت، طبعا ما بحبش اي حاجه يعني اللي هي مصنعه، انا بحب اكتر الحاجات الطبيعيه، بتعمل ماسكات طبيعيه في البيت، سكراب طبيعي يشيل القشر من البشره، طبعا بقول لها لازم توقفي قبل الفرح على الاقل باسبوع ما تعمليش اي تنظيف عميق لان ده بيضر الميك اب وبيخلي الفاونديشن ما يثبتش على الوش وكده، بس لو عروسه بقى بشرتها دهنيه قوي لازم اقول لها تمشي على حاجات معينه، غسول معين، حاجات كده تشيل الدهون من البشره عشان الدهون يعني ما بتثبتش الميك اب وبتعمل المسام الواسع، ده برضو باين في الميك اب، بتطلع حبوب دهنيه، الحاجات دي كلها الفينش النهائي. طيب احنا بقى عايزينك تشرح لنا كده على الموديل الجميله دي من الالف للياء، من ساعه ما العروسه بتقعد وتغسل وشها كده وتقعد على الكرسي لحد بقى العريس ما يجي ياخدها. تمام. اتفضل. هو طبعا اول حاجه بنعملها على الموديل او العروسه طبعا لو البشره فيها قشر بيبقى فيه شفرات سريعه كده بنشيل بيها القشر على طول، لو البشره فيها دهون بنمسحها بالتونر نقفل المسام، طبعا هي العروسه بتبقى مجهزه بشرتها من قبل الفرح يعني مش لازم نفس اليوم، اول حاجه بنعملها بنقفل المسام بالبرايمر، طبعا البرايمر مهم جدا 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 للبشره بيقفل المسام وبيثبت الميك اب، وطبعا اهم حاجه لو العروسه ما عندها قشر في كريمات معينه لازم بتمشي عليها بتشيل القشر ده، لان حتى لو الفاونديشن يعني براند عالي جدا وحطينا على الوش هو في قشر بيطلع شكله وحش جدا، حتى لو في مسام واسع الحاجات دي كلها بيطلع اللوك شكله وحش، اهم حاجه الترطيب للبشره. الترطيب. تمام. طب استاذنك بس يا هند معلش ممكن يعني تبقي المكان الناحيه الثانيه؟ خلاص تمام. طيب انا عايزه بس اعرف هل البرايمر في انواع منه؟ طبعا في انواع وماركات كتير، هل في الوان؟ البرايمر فيه السيليكون وفي السائل وفي اللي هو بيبقى لونه بيج شويه كده شبه الفاونديشن بس خفيف، بس لما بيتحط على البشره كله بيدي نفس الاداء، السيليكون حلو جدا جدا للبشره الدهنيه، السائل حلو للبشره الجافه. يعني كل حاجه لها بشره معينه. تمام. احنا دلوقتي المفروض حطينا الفاونديشن على الوش. انت الاول بتحطي البرايمر عادي خالص؟ البرايمر الاول. تمام. خالص، بعد كده الفاونديشن، بعد كده الكونسيلر والكونتور الكريمي، بعد كده بنثبت الحاجات دي كلها باللوز باودر الشفاف، في لوز باودر اصفر اللي هو البنانة وفي لوز باودر شفاف، الشفاف مش بيغير درجة الفاونديشن. بعد كده بقى بنعمل الكونتور الباودر، بعد اللوز باودر بنعمل كونتور باودر، وبعد كده البلاشر وبنرسم الحاجب. طبعا الحاجب عايزين حاجه واحده معلش حاجه واحده بس عشان فاهم الناس. تمام.
الاول في بنات كتيره جدا بتشتكي من الهالات السوداء، تمام؟ تمام. لما تيجي تحط لها الكونسيلر، الكونسيلر فيه يعني في درجات بتختلف من هالات لهالات، او يعني مثلا لو انت حطيت الابيض على الاسود هيدي لون جري. طيب في الحاله دي بتعملي ايه؟ يعني في الوان مناسبه لكل في بشره. في حاجه اسمها كوريكتور، ده مصحح عيوب البشره. طيب. لو الهالات سوداء قبل ما بنحط الفاونديشن خالص وقبل الكونسيلر، قبل الحاجات دي كلها بنحط الكوريكتور تحت العين لونه اورنج او احمر شويه كده، ده تحت العين بيشيل الهالات، وبعد كده نحط الفاونديشن والكونسيلر. ده كده تلاقي لكن لو حطينا الفاونديشن وفي هالات جامده هتلاقي تحت العين ازرق خالص. تمام. وفي حاجات تغطيه عاليه جدا في يكون غمضي. ما انا عايزه اسالك بقى على كده، يعني لما يعني في بشره بتبقى فيها عيوب كتير زي حبوب زي حاجات كتير قوي فيها ديفوهات كتير، دي بتغطيها بايه؟ يعني هل الفاونديشن بيبقى ماركه معينه ولا بيبقى فيه اللي هو الفول كفر؟ في حاجات فول كفر وفي حاجات خفيفه. طبعا احنا ما ينفعش كل يوم نحط الفول كفر لان ده يعني هيتعب بشرتنا، فالبنات وهي نازله كل يوم الجامعه والحاجات دي بتختار حاجه خفيفه على تحت العين وعلى البشره. ما ينفعش ليها كل يوم تحط التوتال كفر والحاجات دي كلها، بتبقى حلوه للمناسبات اكتر. يعني البنات وهي رايحه الجامعه تحاول يعني تحط حاجات سيمبل خالص وحاجات خفيفه. تمام. قولي لنا بتعملي بقى كده دلوقتي. انا دلوقتي في الجفن الثابت والجفن المتحرك، انا دلوقتي بحط لون فاتح على الجفن الثابت والمتحرك. تمام. اللون الثابت ده يعني حاجة أساسية، ممكن بقى لونه تتغير حسب اللوك اللي احنا عايزينه. احنا دلوقتي هنعمل لوك سموكي. تمام. في أورنج شوية، دي الألوان برضو اللي يعني صيف شتاء ما بتقدمش خالص. شغل. طيب في ساعات بيقولك الألوان الشتاء بتبقى ألوان غامقة شوية، ده صحيح ولا لا؟ مختلف. مش لا، درجات البيبي بينك دلوقتي والدرجات النود الحاجات دي كلها طالعه موضه شتاء وصيف، لان كل ما كان اللوك سيمبل كل ما كان بقى يعني احسن. احسن فعلا، وما بيغيرش شكل يعني العرايس بيبقوا صغيرين، اللوك التقيل برضو قوي والالوان الغامقه ممكن تكبرهم شويه، بيكبر في السن تصحيح. فاحنا المفروض بنحط بقى درجات فاتحه وكده. وطبعا في بنات بيبقوا متعودين على الميك اب وبيحطوا وهم خارجين، فبيبقوا عايزين بقى لوك تقيل، لوك سموكي تقيل يغير شكلهم. يغير الشكل بتاعه. احنا دلوقتي حطينا اللون الفاتح، طبعا لازم اهم حاجه ندمج، لازم الدمج ما ينفعش نسيب الخط الشادو باين كده، لازم ندمج، بننضف الفرشه وندمج في اللون الفاتح. تمام. دلوقتي بقى بنحط اللون الغامق على الجفن المتحرك، بس ده الجفن المتحرك. تمام. قولي لي يا هند، ازاي نختار الفاونديشن؟ ازاي نختار الدرجه المناسبه لينا؟ يعني بجربها على ايه بالظبط؟ يعني علشان الدرجه تطلع فينا كويسه، لان في ناس كتيره وبنات كتيره جدا الحقيقه بتبقى مش عارفه تختار الدرجه، بعد ما بتاخدها بتبقى مغيره. وهل التغيير ده بناء على ايه؟ هل ماركه الفاونديشن ولا بتبقى بشرتها ما فيهاش ترطيب؟ يعني بناء على ايه؟ بصي، هو اول حاجه واحنا بنشتري الفاونديشن، لو انت بشرتك دهنيه جدا ما ينفعش نجيب حاجه ليكويد، حاجه سايله قوي، لان ده هيبقى فيه زيوت كتير فهتلاقي بشرتك بتلمع وهي اصلا دهنيه وبتلمع. فالبشره الدهنيه تجيب حاجه داخل فيها حاجه بودر شويه زي الموس، الحاجات دي بيبقى داخل فيها بودر، دي ما بتحتاجش تثبيت وحلوه جدا للبشره الدهنيه. لكن البشره الجافه تجيب الحاجات الليكويد، الحاجات اللي فيها زيوت، لما تحطها ما تخليش بشرتها تجف. وطبعا اهم حاجه زي ما قلت لك، حتى لو كان النوع غالي او رخيص والبشره فيها عيوب قشر او دهون او كده، بيطلع شكله مش حلو خالص. اكيد طبعا الترطيب واحنا بنشتري الفاونديشن بنجربه على الايد. على الايد؟ طب ساعات الايدين بتبقى سمره من الشمس، يعني ايه الاضمن الاماكن اللي ممكن اجربها؟ الحته دي من هنا. الحته دي كويسه. تعمل ايه بقى كده؟ احنا دلوقتي حطينا اللون الغامق على الجفن المتحرك وبدمجه على فوق مع اللون الفاتح. طيب. اللوك ده سموكي. وطبعا الايام دي حلوه جدا جدا الجليتر، اللوك اللي بيبقى فيه لمعه مش المط. بتختلف يا هندي من عين لعين؟ يعني في بنات بتبقى عينها ضيقه جدا،
في الحاله دي بتعملي ايه؟ يعني ايه الميك اب اللي يمشي عليها او يوسع العينك يبقى عطي وسع للعين؟ بصي، هي في انواع عيون كتير جدا، في عين ضيقه وجفنها حلو، يعني جفن عندها جفن كبير، دي تحط رموش طويله بس خفيفه، تمام. وفي عيون مبطنه ضيقه ومبطنه، دي تحط رموش خفيفه خالص وقصيره، والعين من جوه، العين الصغيره بنحط كحل بيج مش اسود. بيج دي الكحل في العين الضيقه. الكحل البيج مع العين الضيقه، وبنحط تحته خط بالشادو كده تحت الرموش، ده بيدي وسع جدا جدا للعين وبينور العين. تمام. طيب لو جات لك بنوته كده عروسه والعينين الجاهزه اللي هي بتبقى بارزه شويه، دي بتتصرفي معاها ازاي؟ طبعا اهم حاجه، اول حاجه بقولها لها اللينسز يكون غامق مش فاتح، مش الالوان الفاتحه الايس دي، لازم اللون يبقى غامق، والرموش تبقى تقيله، الرموش الخفيفه هتبين الجفن الجاحظ ده، ومفروض نعمل لها الوان غامقه مش فاتحه. الرموش علشان تكسر العين شويه. الرموش التقيله هتداري الحته دي اللي بيبقى فيها الجحوظ دايما، فلما نحط لون غامق هنا مع رموش تقيله هيخفف الجحوظ خالص، وتحط كحل اسود من جوه، ومن تحته بنحط شادو غامق برضو. لكن اللينسز ما بتو... يعني هي اللينسز معروف ان هي بتوسع العين، دي ما بتاثرش عليها؟ لا، ادام اللون غامق ما ياثرش. احنا دلوقتي بحط اللون الغامق تحت خط الرموش، ودلوقتي بحط الجليتر. الجليتر في منه السائل وفي منه الباودر. هل بتختاري يا هند الفستان مع العروسه؟ تديها رايك لو حصل مثلا وهي جابت فستان وطلع مش حلو، هل بتقول لها ترجعه مثلا وتجيب حاجه معينه حسب مثلا جسمها، تخينه رفيعه، شكل الفستان مش هيبقى حلو عليها وهي من وجهه نظرها شايفاه كويس؟ هل ده حصل معاكي قبل كده او بيحصل؟ اكيد طبعا، هي العرايس كلهم بيحبوا ياخدوا رايي يعني في كل حاجه، بيبقوا عارفين ان انا عندي خلفيه عن البنات اللي بيلبسوا الفستان الضيق قوي والواسع. بصي فوق، بيسالوني طبعا البنت المليانه، بحب بقول لها ما تجيبيش حاجه منفوشه قوي وحاجات فيها تطريز كتير، لان ده بيبين التخن. وفي بنات بيبقى الفستان بتضطر تلبس له بادي من تحت، ده بيعرض الدراع جدا، لازم الفستان تبقى عامله له تقفيله حتى لو دانتيل خفيف، بس بيداري شكل البادي. فكل واحده طبعا، بس طبعا الفستان يعني بيبقى في الاغلب بيبقى ذوق العروسه، بس الطرحه بتبقى طبعا من اختيارنا يعني. دلوقتي بتعملي ايه؟ انا دلوقتي برسم الكحل الاسود، هو مفروض ان هو جل، الجل اول ما بنحطه بيبقى طري، بس بعدها بشويه كده بينشف وسواده بيبقى حلو جدا وثابت جدا. وبحب احط الكحل الاسود قبل الرموش علشان لو العروسه دمعت الرموش ما تفكش منها وتضايقها وكده، بحب احط الكحل الاسود الاول وبعد كده الرموش. في كتير مننا يا هند ما بيعرفش يختار الرموش المناسبه ليه، يعني خصوصا لو الخروج العادي مثلا سواري وخارجه فرح، يعني ما بنعرفش نختار الرموش المناسبه لينا بناء على ايه؟ وفي هل رموش طبيعيه؟ في هل رموش يعني بنختارها بناء على ايه؟ بصي، هو طبعا في رموش طبيعيه وفي رموش بلاستيك تقيله. الرموش اللي شعرها خفيف اللي ما بيبقاش فيه لمعه دي بتبقى حلوه جدا جدا، وزي كده يعني الرموش دي خفيفه خالص ما فيهاش لمعه، حتى لو كانت كثيفه ما بتبقاش تقيله على العين، ما بتبقاش تقيله. وطبعا لكن الكثيفه اللي هي البلاستيك اللي بيبقى فيها لمعه دي بتضر العين جدا جدا وبتبقى تقيله وتخلي الواحده تفضل تدمع وكده. في رموش ثابته يا هند ممكن الواحد يحطها اكتر من شهر؟ هي دي بس بتبقى في مراكز، مش الرموش اللي هي بتاعه العروسه. رموش العروسه بتبقى يوميه، هو اليوم بس يوم الفرح كله، لكن الرموش اللي قصدك عليها دي بتبقى في مراكز التجميل والحاجات دي. تمام. احنا
انا دلوقتي بلزق الرموش، ولما بحط الجلو على الرمش بسيبه شوية ينشف، ما بحطوش على العين على طول وهو الجلو طري، الرمش مش هيثبت وهيبهدل العين. ولما باجي احط الجلو بحطه على حرف الرموش اللي تحت، ما بحطش على الشعر خالص. تمام. بالنسبة للكونتور يا هند، عايزينك برضو تعلمينا ازاي نحط الكونتور وخصوصا للأنف. هي كل مناخير طبعا وليها الكونتور بتاعها، يعني المناخير الطويلة لازم نقفلها بسبعة من تحت، المناخير القصيرة بنسيبها مفتوحة عشان تدي طول، المناخير اللي بيبقى فيها عظمة من هنا ما نحطش هايلايتر عليها من النص عشان ما يبرز العظمة بتاعتها. بس وطبعا لازم الكونتور المناخير يتحط عليه في النص هايلايتر عشان ما يبقى الشكل الكونتور حد قوي، الهايلايتر بيدي لمعة للمناخير ما بيبينش الكونتور بتاع المناخير. بصي فوق. طيب لو جات لك عروسة مثلا وشها كبير عريض زيادة عن اللزوم، بتتصرفي معاها في الكونتور ازاي؟ يعني بتعملي ايه في الكونتور؟ لو العروسه في لغد جامد بنحط في المنطقه دي كلها بتاعت الدقن كونتور بني، ده بيدي احساس ان المنطقه دي قلت شويه. لكن لو العروسه ما عندهاش خدود بنحط من هنا كده وبنقفل على فوق، لما تضحك انت هتلاقي ان يبقى عندها خدود. لو الوش تخين بننحت الوش من هنا، لو القوره كبيره بنحط في الحته دي كلها، لو القوره عاديه خالص بنحط من الجناب. تمام. تحت. دلوقتي انا بركب الرموش. عايزينك برضو تكلمينا عن العدسات يا هند. في ناس كتيرة بتجيب العدسات اللي هي رخيصة شوية، يعني بتسترخص او تقول لك يوم وخلاص انا مش هحطها تاني، بس هي للاسف بتاثر على العين، يعني ساعات بتخلي العين اصلا حمرا خالص، بتاثر على العيون. فعايزاكي برضو تنصحي كل عروسه مقبله على الزواج انها تاخد بالها برضو من الحته دي. اكيد طبعا، هي اهم حاجه في اللينسز زي الفاونديشن بالظبط. نيجي بس تحت شويه. اللينسز الوان دي ده بيعمل جفاف في العين، خصوصا العرايس بيبقوا سهرانين بقى ونزول وطلوع ومشاوير، فلازم العروسة أهم حاجة تجيب اللينسز طبي، ما يكونش اللي هو بيتباع في أي محلات ميك اب واكسسوارات وكده. بصي فوق. تمام. لازم تجيبه طبي علشان خاطر ما يضرش عينيها، ولأن هو بيبقى يومها طويل، بيبقى فيه سيشن تصوير وحاجات زي كده، فالعين بتحمر وبتبقى العروسة مش قادرة تفتح عينيها ويطلع في الصور عينها حمرة جدا. فلازم العروسة تجيب اللينسز من مكان موثوق فيه. بصي فوق. مكان موثوق فيه ويكون اللينسز طبي وما يكونش وان دي. تمام. احنا قدامنا قد ايه هند كده علشان نقدر دلوقتي بس نلحق ان احنا نلف الطرحة؟ خلاص انا دلوقتي هو بقى المفروض يعتبر العين خلاص خلصت. انا دلوقتي هو بحط البلاشر. عايزينك برضو تعرفيني يا هند ازاي نحط البلاشر بطريقه صحيحه. يعني بصي، هو البلاشر مفروض بيتحط على الكونتور فوق خط الكونتور، زي ما قلنا في الاول طريقه الكونتور لكل وش، البلاشر بيتحط فوق الكونتور، يعني لو الكونتور كده البلاشر فوقيه على طول، لو الكونتور كده البلاشر فوقيه على طول. طب لو انت مش حاطه كونتور؟ لو مش حاطه كونتور بيبقى لو الوش تخين بعمل كده وبحط البلاشر، لو الوش عادي خالص بحط بس حاجه بسيطه. طب لو في خدود وقع، بتبقى في خدود ساقطه كده، بتبقى ما فيش خدود خالص، دي بتعملي ايه يعني؟ دي برضو بيتحط في كل المنطقه دي، ما ينفعش احط في الجناب بس. يعني في ناس بتقول لك يعني بحطه بشكل دائري علشان يظهر فيه خدود، يعني ده صحيح ولا؟ بشكل دائري كده، ما بقول لك زي الكونتور بالظبط. تمام. انا كده حطيت الهايلايتر وبحط في كورنر العين. وبحط تحت الحاجب، ده بينور تحت الحاجب.
وبعد ما بحط رموش وتلزق بصي فوق، بحط على الرموش الاساسيه للعروسه مسكرة علشان ما يبقاش فيه فرق لون بينها وبين الرموش، وبين الرموش. وبحط على الرموش اللي تحت. بصي فوق الميك اب ده ممكن يثبت لمده قد ايه؟ كام ساعه يقعد ثابت معاكي؟ لا هو بيثبت طول اليوم. معلش يا هند استاذنك بسرعه علشان بقينا 3 دقايق بس عشان نلحق نخلص الطرحه. احنا كده المفروض بقى نحط الروج. اضحكي اضحكي قوي. برضو بالنسبه للتحديد لو البنت شفايفها كبيره مش بحدد خالص، مش بحدد الشفايف، بحط لون فاتح خالص. لكن لو البنت شفايفها عاديه بحط التحديد. بتصغري الاول وبعد كده او برسم البق، يعني لو البق صغير برسم البق بس. قولي لي يا جهاد، بيبقى في اتفاق ما بينك وبين هند وانت بتلفي الطرحه؟ اكيد طبعا. هو هند اول ما بتخلص العروسه الميك اب هي طبعا بتاخد رايي هنلفلها ايه. لو طبعا البنت وشها تخين او مليان او عندها لغد طبعا بيبقى الارجح ان هي تلف التركي، ده بيبقى افضل ليها. لو الوش مدور ومظبوط ومفيش لغد دي بنلفها لورا. وفي طبعا لفات مختلفه كتير جدا. في بنت ممكن يبقى شعرها خفيف من قدام وتبقى عايزه تبين شعرها او نص شعرها، فدي بقول لها لا مش هينفع. يعني احنا نعمل الحاجه اللي يبقى شكلنا احلى فيها. اكيد. يعني نختار اللوك اللي يبقى حلو معانا وفي نفس الوقت يكون مناسب، مش لازم اللي احنا عايزينه نعمله بالظبط حرفيا وفي الاخر يبقى حاجه مش مناسبه لينا. يعني لازم نوفق الحاجتين مع بعض. بس بحاول ممكن نعمل كنترول للشعر من قدام، بس احيانا الجو بيبقى حر فممكن الكونتور ده يعني ينزل على وشها وكده، فبنقول بقول لها لا خليكي احسن طبيعيه واعمل لك شعرك حاجه بسيطه من قدام وهيبقى شكلك احلى. والبنت اللي وشها رفيع برده بنحاول ندور الطرحه شويه عشان مع الميك اب هند برده بتبقى فاهمه ده دورت وشها عملت لها خدود، فبتلاقي في الاخر الشكل متناسب يعني. لكن ما بيبقاش في اتفاق مثلا ما بينك وبين هند العروسه مثلا انت خلاص انت عارفه وشها مدور او ايا كان الديفو اللي فيه هتحطي مثلا الطرحه تركي، هل مثلا بتكوني متفقه معاها على ان يكون في ميك اب مخصوص للطرحه التركي ولا ده ما بتفرقش؟ لا لا مش بتفرق، مش بتفرق. احنا بنحدد الطرحه بعد ما الميك اب ما بيخلص. بصي هو كده المفروض خلصت اللوك، المفروض بحط خط ايلاينر على خط الرموش. لو مش هرسم ايلاينر عشان ما يبينش الخط ده بس عشان وقت الحلقه طيب. البنات بس يبقوا عارفين. هوصلها طيب. بس بيجين شويه. طبعا انا بفهم الاول الشعر بشوفه هو خفيف ولا تقيل وايه اللي هينفع معايا. في بنت ممكن تقول لي انا عايزه البومبيه لورا، فانا بضطر اقول لها لا مش هينفع شعرك خفيف، فانا لازم ادارك جبهه شويه. برضو لو جبهه عريضه بشوف الانسب ليها وبعمله. تمام. وبحاول اريحها اعملها اللي هي عايزاه بس في نفس الوقت يكون شكلها حلو. دي اهم حاجه. ده الاهم. صحيح. لو جات لك عروسه يا جهاد وهي عامله صبغه شعرها بره مثلا والصبغه مش حلوه يعني بتعملي ايه؟ بصي هي في بتقابلني كتير جدا اللون بيبقى مش حلو خالص ومش عاجبني وعايزه تبين شعرها، بضطر ان انا اقول لها يعني هنبين حاجه بسيطه منه، معلش اللون اوفر قوي فمع الميك اب مش هيبقى حلو، فبضطر ان انا ابين لها حاجه بسيطه يعني علشان ارضيها وفي نفس الوقت اكون عملت اللي يريحني. انا بحب شغلي يطلع زي ما انا حابه وفي نفس الوقت اريح البنوته اللي قدامي. معلش في خلال دقيقتين يا حاضر. معلش. على فكره يا جماعه كمان هند مش مصممه لفات طرح بس، يعني هي كمان ميك اب ارتست بتحط للسواري وللاشخاص اللي بيبقى جايين مع العروسه، وهي على فكره هي اللي عامله لي الميك اب ده. تسلميكي بجد يا حبيبتي، ده شرف ليا ان اعمل لك. تسلميكي يا حبيبتي، تسلمي لي. هو في برضه بنات بيبقوا عايزين ميك اب خفيف، يعني بيبقى عندها ميتنج، بيبقى عندها مناسبه خفيفه كده، بنعمل لها الميك اب الخفيف زي اللي حضرتك عملته لك دلوقتي ده. تسلمي لي كده. بس طبعا احنا هنلفها حاجه كروكي كده وتبين في نفس الوقت الشكل عشان وقتنا. قولي لي يا جهاد، لو العروسه وشها طويل بتختاري ان الطرحه تكون بين شعرها ولا تكون الطرحه لحد
القرى اللي قدام. لو وشها طويل؟ لا، لو وشها طويل بحب ابين لها شعرها بس بطريقه معينه، يعني بجيبه للجنب مش بجيبه لفوق خالص عشان ما يديش طول للوش اكتر. طول الوش تمام. طب لو العروسه وشها بيضاوي؟ لو العروسه وشها بيضاوي بحب اعمل لها بومبي عشان يدي طول شويه للوش. فبعمله لها لفوق. وبرضو عايزه اقول على حاجه، لازم الشعر يبقى مش يعني ناعم قوي. العروسه لازم تعمل استشوار، لازم حتى لو شعرها ناعم علشان اعرف اتحكم فيه، اعرف اوقفه من قدام كويس. فاهمين؟ ساعات في، هل في كل واحده في مثلا عروسه ممكن الطرحه بتتزحلق مثلا؟ طبعا طبعا العروسه بيبقى حركتها كتيره جدا جدا، فلازم على قد ما اقدر بثبت الطرحه. وكمان البنيه ده اللي عليه المسؤوليه كلها، اللي هو البنيه اول حاجه. انا بخرم البنيه وبثبته ببنس علشان يبقى ثابت مع العروسه. طبعا هي اللفه بتبقى ليها شكل مختلف عن كده. تسلمي ايديكي جاهد، تسلمي ايديكي بجد. بس طبعا عشان وقت الحلقه، وطبعا الهيد بيس بيبقى افضل مع العروسه اللي هي لفه التربون لورا. لو العروسه هتلف تركي بيبقى التاج افضل معاها. اتفضلي يا جهاد. شرفتوني نورتيني النهارده، والوقت للاسف الوقت مر معاكم بسرعه، واللوك الجميل ده. ميرسي ليكي يا حبيبتي، ميرسي ليكي يا جهاد، ميرسي ليكي يا هاني. للاسف كده بوقت حلقتنا انتهى. الوقت فعلا مر سريعا مع ضيوفي اللي مشرفيني النهارده. الحقيقه يعني استفدنا كتير جدا جدا مع الميك اب ارتست وخبيره التجميل الرائعه الحقيقه اللي هي سابت بصمه في عالم الميك اب، الميك اب ارتست هند محمد، وخبيره الميك اب ارتست سواري، وكمان مصممه لفات الطرح جهاد محمد. شرفتيني يا جهاد، وكمان الموديل الجميل سهى. شرفتوني ونورتيني يا فندم. مشاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا، يا رب نكون وفينا بكل المعلومات. اشوفكم في حلقه جديده ومعلومات جديده، والى اللقاء.